في زيارة مرتقبة تعد الثانية خلال 3 أسابيع تحط رحال المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في السودان للتأكيد على أهمية الالتزام بالانتقال السياسي في البلاد بعد أن شهدت الأخيرة توترا سياسيا بين طرفي الحكم. زيارة رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق عليها أو التصريح بأي شيء يخص ملفاتها، إلا أنه بحسب مصدرين مطلعين لموقع إكسيوس أكد أن الزيارة تأتي لبحث الأزمة السياسية في السودان بعد التوترات والخلافات بين شقي عملية الانتقال السياسي العسكري والمدني. وتأتي هذه الزيارة إلى السودان الذي شهد مؤخرا محاولة انقلابية وأول هجوم منسوب لتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن اعتصامات تشل جزءا من صادراته ووارداته في منطقة بورت سودان في الشرق. وفي استمرار للانقسام السياسي الحاصل في السودان، دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان إلى تشكيل مجلس تشريعي ثوري يمثل كافة قوى الثورة، مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا. ودعا التجمع في بيانه الصادر باسم الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني الشعب السوداني إلى الخروج في تظاهرة جديدة في الخرطوم تحت شعار مليونية 21 أكتوبر. يذكر أن السودان يعيش منذ سبتمبر أيلول الماضي حالة وصفت بالخطيرة من الانقسام السياسي بين مكوني مجلس السيادة وسط تبادل للاتهامات بين مؤيدي المعسكرين.